ماشي يا علم عليك. قوات الشهيد أحمد العبدو في القلموي الشرقي تقوم برصد الدواعش في جبال القلمون الشرقية. السلام عليكم اخ ابو قاسم. عليكم السلام، كيفك؟ بخير الحمد لله. اخ ابو قاسم، شو بتحكي لنا عن نقاط رباطكم هون ومحاولة الدواعش المستمرة بالهجوم والاستيلاء على جبال القلمون الشرقي؟ والله هاي نقاط رباط عنا هون بالجبل، بعيدين الدواعش عنا شي 1.5 إلى 2 كيلومتر. في عندك النقب هون بعيد على الإشارة بأقل من 1 كيلومتر، حاولوا التسلل عليها بعديها الغماسي يفوتوا بالليل، بس لله الحمد قمنا بنصب كمان إلهم والحمد لله كبدنا يوم سيارة هيل. طب أخي هون شو المهمة الموكلة إليكم يعني؟ والله بالنهار حاليا يكون قطع الطرق اللي بقوم الإمداد للدواعش على الجبل الشرقي، هذا اسمه الجبل الشرقي، نطلع على أبو الشيمين. يلا أخ أبو قاسم يعطيك العافية، وجزاكم الله خير. وإياك أخي.